ثقافتنا بالذات لانه انتشر الفتره ديت، وكنت نوهت عليه في اخر فيديو. الكيتو دايت. الكيتو دايت هو تعريفه او المعروف عنه ان انت بيبقى نظامك الغذائي في نسبة كربوهيدرات قليلة جدا جدا، تصل الى 50 من 20 ل 50 جرام في اليوم. يعني مش محصل باكل بسكوت، مش باكل دلوح او لوحين، يعني قطعتين بسكوت، وفي نفس الوقت كمية دهون عالية، اكل سمين ودسم، في نسبة الدهون عالية، ونسبة البروتين ما تتعداش اكتر من 20 ل 30%. نتعرف الاول على الكيتو دايت ظهر ازاي. الكيتو دايت ما ظهرش كنظام غذائي عشان انا اخس كرش ينزل احرق الدهون في الجسم، لا. مبدئيا هو ظهر لمرضى، لعلاج مرضى السكري النوع الثاني اللي هو مكونش وراثه وبيجي للناس البالغين، وظهر بعد كده تاثيره المهم جدا وتحسين كفاءه الانسولين وتقليل نسبه الجلوكوز، لدرجه بعض في نسب كبيره من العيانين ما بقوش يستخدموا علاج السكر ولا الانسولين. لقوه دايما تاني مفيد لمرضى الصرع، مرضى الجهاز العصبي، الالزهايمر، اللي بيجي نتيجه كويسه لبعض الاصابات اللي المخ بيتعرض فيها للاصابه. فلو بدرجه كبيره هو من ناحيه الجهاز العصبي بيجيب نتائج مهمه جدا، غير اللي هو تاثيره الصحي على الامراض القلب وحرق الدهون والدهون الثلاثيه وتخلص الجسم منها وزياده الكوليسترول النافع ال HDL في الجسم. طيب دي معلومات عامه عنه، بس انا بالنسبه لي وقبل ما نخش في التفاصيل، هو من نوع خطير جدا اللي ما ينفعش المصريين يستخدموه، وهنعرف ليه ما ينفعش. اولا انا عايز يعني حضرتك كنت قاعد بتشاهدني ما تسمعش كلام كده وخلاص، انا عايز اعمل لك باك جراوند، خلفيه مهمه عشان تبقى فاهم انت بتتعامل ازاي. الاكل اللي انت بتاكله من مهم جدا تعرف الجسم بيستفاد منه ازاي، وبيطلع لك منه الطاقه اللي جسمك بيقدر تتحرك بيها وتعمل جميع نشاطاتك ازاي. ده بيعرف باسم التمثيل الغذائي او الميتابوليزم. في تمثيل غذائي معتاد اللي احنا جسمنا متعود عليه، وده بيتم دايما في اوقات الراحه والاوقات اللي انت ما بتعملش فيها مجهود بدني جامد او ما يكونش فيه صيام لفترات كبيره. التمثيل الغذائي اولا المعتاد اللي هو بيشتغل على الكربوهيدرات، ياخد النشويات يحللها لك، يعمل لها عملية أكسدة وتحلل توصل لتبقى جلوكوز، وجلوكوز هو المصدر الأساسي للطاقة في الخلايا بتاعت الجسم بتاعك. طبعا هنا نستفاد حاجة، أنا دلوقتي قاعد مرتاح وباكل كربوهيدرات كتير، فالطاقة اللي ببذلها قليلة، الجسم التمثيل الغذائي اللي فيه متعود اللي هو يهضم الكربوهيدرات بس، ما بيجيش ناحية الدهون، ما بيجيش ناحية البروتينات. فكل ما كتر في الوجبات المليانه كربوهيدرات ونشويات كتير، الجسم بياخد الطاقه اللي منه جلوكوز والباقي بيتحول لجلايكوجين ودهون. فانا برقم دهون باكلات قاعد حياه ما فيهاش مجهود، على الاقل معظم حياتنا زي كده، انا بطلع على الشغل وراجع من الشغل ما فيش اللي هي المجهود العضلي الجامد اغلبنا. خلصت انا جسمي على قد المجهود اللي بعمله، استهلك الجزء من الكربوهيدرات اللي انا اكلته، بالذات اكلاتنا كتير في اللي مليانه سكريات ونشويات، اللي بيفضل في الجسم ما بيتخلص منه، بيخزنه على جلايكوجين موجود ودهون، والجلايكوجين بيبقى تقيل، بيعمل تضخم في الكبد، الدهون بتعمل السمنه، بتعمل تصلب شرايين، مشاكل كبيره. طيب الدهن الجسم بيستفاد منه ايه؟ يعني احنا دلوقتي كنا اكلات فيها دهون، فيها كربوهيدرات، فيها بروتينات. احنا عرفنا ان الكربوهيدرات او النشويات الجسم بيبدا يستهلك منها، بيطلع عنه جلوكوز عشان الطاقه، اللي ما بيقدرش وزياده عن طاقته بيحوله لدهون او جلايكوجين بيتخزنه في الجسم. الدهن اللي بيبقى في الاكل السمين جسمنا بيستفاد منه ازاي عشان يقدر يطلع منه الطاقه؟ في المعتاد التمثيل الغذائي ما بيجيش ناحيه الدهون ولا البروتينات. طب بنعمل بيها ايه؟ بتتخزن في الجسم دهون على دهون، تبدا يبان عندك السمنه والكرش.
ايه وظيفه الدهن اصلا في الجسم، ولازم نعرف الوظيفه دي عشان خاطر بعد كده احنا بنعرف اضرار الكيتو، لان احنا الكيتو شغال على حرق الدهون. وظيفته بيخزن عندنا كل المعادن، بيخزن معظم الفيتامينات في جسمنا، فلما نيجي احنا نحرقه ولو حرقناه زياده على اللزوم بيبدا في خلل موجود عندي في نسبه الاملاح، المعادن، نسبه الفيتامينات، فبيبقى لازم ايه نعوضه. التمثيل الثالث البروتين. انا باكل في الاكل اداه الدهون وعرفتها، الكربوهيدرات وعرفتها اللي بيحصل لها، البروتينات ايه اللي بيحصل لها لما انا باكلها، جسمي بيستفاد منها في ايه. البروتينات احنا الجسم بياخدها بيحولها لاحماض امينيه، الاحماض الامينيه لها وظائف، اما بتروح في العظم، بتروح في العضلات. من وظائف الاحماض الامينيه اللي هي المهمه ان كل الهرمونات، كل الانزيمات اللي بتعمل جميع وظائف الجسم بتعتمد وبتتنقل على الاحماض الامينيه. فقله اكل البروتين غير ما هو بيعمل ضعف في العضلات بيقلل لك كل الوظائف الحيويه اللي في جسمك، لان هي بتعتبر الناقل الاساسي للمضادات الحيويه للهرمونات والانزيمات اللي جسمك كله، كل الاعمال الكيميائيه، التفاعلات الكيميائيه فيه بيعتمد عليها. يبقى كده فهمنا كل حاجه من الحاجات الغذائيه اللي احنا بنتناولها بتفيدنا في ايه وقلتها بتضرنا في ايه. نيجي نتكلم بقى على الكيتو. الكيتو انا باجي بلغي اي سكر خارجي، اي سكر خارجي ممنوع نهائي. الكربوهيدرات بيقل بنسبه كبيره، يعني يكاد تقول انت ما بتاكلش. انا خدت قطعتين بسكوت وكلتهم في اليوم، دي كربوهيدرات، دي ما تعتبرش تاكل، بس هي من 20 ل 50 جرام في اليوم. نسبه الاكلات الدسمه والسمينه والمليانه دهون بتوصل بنسبه 70% من الوجبات بتاعتك، الوجبه الغذائيه، ونسبه منهم 20 بروتين و10 كربوهيدرات. القصه مش كده، هو فيه 3 4 انواع بس، هو ده المعتاد. النوع الاولاني اللي هو الستاندرد بتاع الكيتو، اللي انا بقسم الدهون والاكلات السمينه 70%، البروتين 20%، الكربوهيدرات 10%. وهنا لازم يبقى اتفق اي وجبه غذائيه، اي نظام غذائي، لازم ثلاث العناصر دي موجودين، لان انت عرفت وظيفه كل واحد في الجسم بتعمل. في نظام تاني اللي انا نظام الدوري، اللي انا اخد مثلا 5 ايام على نظام الكيتو واخلي يومين اكل فيه وجبه فيها كربوهيدرات كتير. في نظام التالت التارجت او المستهدف، ده لما يكون انا باكل الكيتو دايت عادي خالص، النظام بتاع اللي هو ستاندرد، بس باجي لما اكون هعمل مجهود كبير، اروح صاله جيم، الناس اللي بتعمل في وظائفها، نجار المسلح، ناس الفاشل وحط كتير العمال، يبدا في الفتره دي يبدا يدخل فيها بروتين وكربوهيدرات كتير، وبقيه الاوقات اللي هو ما بيعملش المجهود الكبير ده يبدا على النظام الستاندرد العادي. اخر نوع اللي هو النوع اللي انا باخد فيه بروتين عالي، النسبه بتاعته بتوصل 30%، وده مش عالي، انا زودت 10% بس، وبقلل على حساب، باخده على حساب نسبه الفات بيبقى 60% والكربوهيدرات بيبقى 5%. عشان اخش المرحله بتاعت ان انا احس فعلا ان انت بدات الكيتو دايت شغال معاك، لما انت تبدا النظام ده كده لازم تساعده بالصيام. نظام الصيام بيساعد انك تخش في حاله اللي اسمها الكيتوسيس، اللي هو يبدا الجسم يستفاد ياخد الطاقه بتاعته من الدهون اللي انت بتاكلها ومن الدهون اللي هو بيحللها من جسمك. نظام الصيام ايه؟ بيبقى نظام متقطع، انت بتبقى طول اليوم 8 ساعات افضل حاجه، 8 ساعات بتوع اليوم بتوع النهار انت بتاكل وجباتك، ما بتحسبش الكالوريز بتاعتك ولا بتحسب السعرات الحراريه، انت بتدوس في الاكل، بس الاكل اللي هو الستاندرد بتاع الكيتو اللي هو معظمه دهون وسمين ونسب قليله فيه بروتين يكاد ينعدم فيه الكربوهيدرات، وبتاكل طول النهار. مش هنقول لك احنا بنحرك عليك، لا، على قد ما بتاكل تاكل 8 ساعات بتوعك، تمام كده؟ 16 ساعه اللي فاضلين منهم ساعات النوم حضرتك ما بتاكلش، بتصوم. ما بتاكلش وبتصوم. انت مع الوقت الاحساس انت شايف فتره كبيره، انما لا، انت طول انت كلته من السنين هضمه بيبقى ضعيف وبطيء، فانت مش هتحس بجوع، الشهيه بتاعتك مش هتبقى قلت،
ونبدأ شوف انت طب انا خلاص انا عملت كده، ايه العلامات اللي اقدر منها احس ان انا فعلا بدأت احرق الدهون؟ في علامات، اولا انت تحس بالعطش ونشفان الريق، ريحة بقك زي ريحة بق الصائم، هي بتبقى متغيرة وحتى مش حلوة على فكرة في الدايت ده، الكيتو دايت. الشهية بتقل، الجوع بيقل، دي من علامات اللي انت بتعرف انت دخلت مرحلة الكيتوز. ليه انا قلت في اول كلامي ما ينفعش وخطير استخدامه للمصريين؟ لان الدايت ده محتاج متابعة عن طريق التحاليل، متابعة دورية، تحليل مستمر يكاد يكون كل اسبوع، انت بتعمل تحاليل في الدم، تحليل وظائف كلى، وظائف كبد، بتشوف الاملاح اللي في جسمك والمعادن الموجوده في جسمك، تحليل النفس، تحليل البول، فانت محتاج تحليلات دوريه. واحنا كظروف معظم المصريين حتى المقتدر مش هيقدر ولا يهتم له متابعه الدوريه بالتحاليل، فده خطورته، وده اللي خلينا اقول ما ينفعش للمصريين. من خطورته تاني اللي هو بيخلي فيه نسبة فيه اشخاص عندها اصلا ترسيب الدهون الثلاثية في الجسم عالية، حتى بتقطع الجلد، بتعمل عبارة عن دوزس اللي هي ترسبات للدهون، واغلبكم ممكن يبقى يسمع عنها او يشفع حد يعرفه، فده بيبقى حاجة مميتة، انت كده بتسد الشرايين بتاعته بكتر الاكلات الدهنية. تاني حاجة من اضراره انه بيقلل الطاقة، مجهودك بيقل بدرجة كبيرة، بيعمل لخبطة في النوم، بيعمل مشاكل في المعدة، مشاكل في الشهية، الجهاز الهضمي بتاعك كله في الأول، بس ده بيبقى فترة شهر ولا اتنين بيتلخبط، إمساك، إسهال، انتفاخات، تقلصات، فده مشاكل وخطورة الكيتو بتيجي منها. إيه الأكلات اللي أنا ممنوع عليا في النظام الكيتو عشان يبقى بقرب لكم المعلومة أكتر، لأن كلامي كله عام، يعني إيه دهون قليلة، كربوهيدرات قليلة، دهون عالية. في أكلات لازم البنت عارف اللي هي ممنوعة نهائيا في نظام الكيتو دايت. أي حاجة مسكرة ممنوعة، حاجات الصودا، العصاير، أي الحلويات، الكانديز، أي حاجة فيها سكر خارجي أو حلوة ممنوعة. البقوليات، الفاصوليا، اللوبيا، الفول، طعمية، كل ده ممنوع. عندي تاني الفواكه، جميع انواع الفواكه، وانت تخضم الكلام ده، جميع انواع الفواكه ممنوعه، جميع انواع الفواكه ممنوعه ما عدا الجزء البسيط من التوت، وفي الغالب يبقى هو جزء الفراوله. عندي النباتات اللي احنا بناكل جذورها زي الجزر، البطاطس، البطاطا، برضو ممنوعه، الحاجات ديت فيها كنشويات ممنوعه. كل المنتجات اللي فيها نسبه قليله من الدهون ممنوع، انت براي على السمين، اي حاجه فيها منتج صناعي نسبه الفات والدهون دي قليله انت ما بتجيش ناحيتها، زي المايونيز وزي الكاتشب، ده المنتجات دي كلها ممنوعه. الزيوت كلها مصنعه، الزيوت النباتيه حتى المصنعه زي اللي موجوده في المحلات، الذره، الشمس، ده كله ممنوع. شوف الزيوت او حاجات دهنية بس مصنعة فممنوعة. اي الوجبات او المشروبات المكتوب عليها دايت، يعني منزوعة السكر، ده كله برضو ممنوع. الاكلات او المشروبات المنزوعة السكر، بيبسي دايت، عصير دايت، الحاجات زي كده، الحلويات خالية السكر، الدايت، ده كله ممنوع في الكيتو دايت. طب اكل يا عم انت كده يعني غلقتها، مش غمقتها ولا حاجة. احنا هنخش على الاكلات المتاحة المباحة، هاكل اللحوم كلها، اللحوم الحمراء والسمينة منها طبعا، هاكل الاسماك اللي بيتقال عليها اسماك فاتي اللي هي السمينة، زي السلمون، التونة، ترود، المكاريل، هي دي الاسماك المتاحة. البيض من الحاجات اللي فيها نسبة دهون عالية. كل منتجات الحليب اللي هي كاملة الدسم، لان كاملة الدسم هي اللي فيها نسبة دهون عالية، خلي الدسم بيبقى شايل منه الدهون وفيه بروتينات وفيه فيتامينات، وانا بحب خلي الدسم، بس انا بتكلم على نظام الكيتو دايت. الجبنة الغير مصنعة زي الجبنة القريش، كل المكسرات، البذور، الزيوت
الصحية اللي هي مش مصنعة والمهدرجة زي زيت الزيتون، البكر، زيت الأفوكاتو، زيت السمسم، أي زيت غير مصنع من الزيوت النباتية. كل البهارات التوابل دي متاحة. ايه تاني؟ بس ده اللي احنا مهم اللي هنتكلم عليه. في مكملات غذائية بيستخدموها في الكيتو دايت، حاجات بتساعد انت تخش مرحلة الكيتوزيز يعني حرق الدهون غير موضوع الصيام. الملح والاملاح المعدنية، يعني الملح بتاع الاكل بتزوده بيجيب نتيجة كبيرة وكده انت بتفقده في الكيتو دايت. عندي شرب القهوة بيساعد على انت تخش مرحلة الكيتوزيز. في وجبات اصلا اسمها كيتونيك، يعني وجبات هي دهنيه خاصه لنظام الدايت دي بتساعد. كرياتين ده عباره عن امينو اسيد بيستخدموه اكتر بتوع صالات الجيم والبادي بيلدينج. شرش اللبن واللي هو برده مشهور عندهم كمادة غذائية اللي هو البي بروتين. احنا كده اتكلمنا على الكيتو دايت، عرفنا قبل الكيتو دايت هو اتوجد ليه مش اتوجد عشان الرجيم. عرفنا اكلنا ما بيخش جسمنا احنا بنستفاد منه ايه، سواء كان دهن او نشويات او بروتين ولحوم، جسمنا بيستفاد ايه. عرفت لما انا احرم نفسي من ده هيحصل ايه، من الدهون هيحصل ايه. الكيتو دايت ما خطره بيعمل لك خلل في توازن الاملاح والميه جوه جسمك، عشان كده قال لازم نسبه الاملاح تبقى عاليه. انا قلت لكم في وظائف الدهون في الجسم اللي هو تخزين الفيتامينات والمعادن اللي جسمك بيحتاجها، فبالتالي لما جسمك يحرق الدهون دي بدرجه كبيره انت تفقد نسبه كبيره من الفيتامينات والمعادن، فلازم تعوضها بكبسولات بقى فيتامينز، اي حاجه من انواع المكملات الغذائيه الموجوده في الصيدليات. في النظام الغذائي لازم متابعه دوريه بتحاليل مع الطبيب. الكيتو دايتس يجيب نتائجه بس هيبقى صعب قوي معانا كمصريين، واللي يقدر بس يبقى واخد الاحتياطات اللازمه عشان صحته، ربنا يوفقه. وكده يا ريت تكون احنا استوفينا كل حاجه عن الكيتو دايتس، ويعني لقائنا في الفيديو الثاني ان شاء الله زي ما انا كنت وعدت لكم على ازاي ازود نسبه هرمون التستوستيرون في الجسم طبيعيا. والسلام عليكم.